نتحدث عن موقعة النشامة، نتحدث عن موقعة سنغافورة، نتحدث عن موقعة استاد عمان الدولي، نتحدث عن المباراة الأهم، نتحدث عن المباراة التاريخية، نتحدث عن المباراة الاحتفالية، نتحدث عن مباراة الأردن جميعا، نتحدث عن مباراة الرمتة والكرك ومعان والطفيلة والعقبة والزرقة والبلقم والرمتة وجميع محافظة المملكة. نتحدث عن مقابلة 11/11/2011 هنا في عمان وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير، وكذلك أيضا رشا عبيدات التي وافتها المنية قبل أيام، أو عفوا رحاب عبيدات. أما تشكيلة منتخب سنغافورة، سنغافور في هذا اللقاء لوبيز ليون، واليوم هنا الموعد في عمان، هنا الرد في عمان، وهنا حكاية التأهل في عمان، وهنا أيضا قصة التأهل في عمان، والتوفيق إن شاء الله للكرة الأردنية في هذه المواقع الآسيوية وفي هذه المحافل الآسيوية وعلى الطريق المونديالية إلى بلاد البرازيل، إلى بلاد الأسطورة بيلي عام 2014. مباراة هادئة ولكن المشاعر ملتهبة، لكن الحماس موجود على المدرجات، لكن الحماس موجود أيضا في البيوت، لكن الحماس موجود في كافة المناطق في كافة أنحاء المملكة، الحماس موجود في قلوب الأردنيين في الوطن العربي الكبير وفي أنحاء المعمورة. والتحية لكم من جديد مشاهدين الكرام من محدثكم ماجد العدوان. لكن أيضا لا ننسى بأن منتخب الوطن يدخل هذه المباراة بمعنوية عالية، ولكن يدخلها بحذر، يدخلها بتركيز، يدخلها بتريث، يدخلها بصبر شديد. إذن كل ما نتمنى حتى الآن يتحقق، الفوز العراقي على المنتخب الصيني يتحقق، ويبقى هنا أن يتحقق فوز منتخبنا الوطني إن شاء الله تعالى على المنتخب السنغافوري هنا في العاصمة عمان. إلى الجانب الأيسر هناك عبد الله في منطقة المنتصف الأيسر، وعبد الله الذي يمتلك الروح الهجومية، عبد الله الذي يلقب بالحوت بحوت الكرة الأردنية. والنتيجة حتى الآن التعادل الأبيض بين المنتخبين، منتخبنا الوطني مع المنتخب السنغافوري حتى الآن بدون أهداف، حتى الآن بدون إصابات، حتى الآن بدون حديث عن لغة الشباك. الشباك لا تتحدث إلا بلغة الأهداف، وكرة القدم لا تتحدث إلا بلغة الأهداف، يتقنها من يتكلم الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية وكافة لغات العالم، ولكن هي فقط تتقن لغة واحدة، لغة الأهداف. ولكن دائما منتخب النشامة بمن حضر، منتخب النشامة بمن حضر، الأردن بمن حضر، الجمهور بمن حضر، الإعلام بمن حضر يحضر هذه المباراة. إذن على طول ملعوبة عن حاتم بني عقل، وحتى الآن متشوقون طبعا للأهداف، متشوقون للحسم المبكر، متشوقون للتأهل المبكر، متشوقون لرؤية الأهداف، أهداف المنتخب. ويلا يا بها، نفوز، نتأهل، نتعادل، ننتظر. إذن الفوز ولا بديل عن الفوز، الفوز هو العنوان في مباراة اليوم، الفوز هو الهدف في مباراة اليوم، الفوز هو التأهل في مباراة اليوم، الفوز هو من يطرح الجماهير في مباراة اليوم. هذه الجماهير الحاضرة والدائرة تماما هناك بني ياسين، بني ياسين حاضر اليوم بشار، وبني ياسين آنس غايب اليوم، ولكن حاضر طبعا بعقله وبوجدانه موعد يصيف في هذه المباراة. المطلوب فقط هو التأهل، والمطلوب الأهداف، والمطلوب الحكاية. الحكاية اليوم يجب أن تنتهي، الحكاية يجب أن تنتهي القصة اليوم. مصممين على إيد ستوري توداي، لا بديل أبدا اليوم عن الفوز. أحمد هايل وعدنان حمد أو حسن أبو البتان، عدنان حمد يصفق، عدنان حمد ابن سمراء ابن محافظة صلاح الدين في العراق، كما اشتهرت هناك بنخلها وتمرها تشتهر أيضا بعدنان حمد المدير الفني لمنتخب النشامة. نعم، الحكاية يجب أن تنتهي هنا اليوم باستاد عمان الدولي. لا مجال لانتظار مباراة العراق ومن ثم الصين إلى آخره، وأن ندخل في حسابات سين وجيم، وأن ندخل لو كان وبحاجة إلى كذا وكذا. الأمور يجب أن تنتهي، والحياة فرص يجب أن نغتنمها، وكرة القدم فرص يجب أن نستغلها. وأيضا قادمون إليك يا برازيل، قادمون إلى بلاد القهوة، قادمون إلى بلاد رونالدو، روبينيو، بيليه، وأيضا ريفالدو، قادمين
إليكم يا برازيل بإذن الله تعالى. لا أريد أن أشوف عامر شفيع اليوم كثيرا في المباراة، لا أريد كرات باتجاه مرمى منتخبنا الوطني. إذا عامر يظهر دائما، وعامر هو كأسس الكرة الأردنية، وهم الأفضل الحراس الذين تقريبا مروا عبر تاريخ الكرة الأردنية، وأيضا من الحراس المميزين على صعيد الوطن العربي. مرة ثانية لمصلحة منتخب النشامة الذي يستحوذ على الكرة بنسبة 85 إذا مو كان أكثر من هيك، 90% على الكرة يستحوذ منتخب النشامة، والنتيجة أردنية والسيطرة أردنية والمباراة أردنية والمباراة باللغة العربية الأردنية الهاشمية. الله يا أبو هايل، الله يا أحمد هايل، الله يا روبينيو، روبينيو الفيصلي والمنتخب الوطني، روبينيو الشمال كافة. إذا هذه المباراة الهامة، حمد يقول صعبة وصعبة جدا، المعظم قال سهلة والكثير قال صعبة، وأنا مع الكثير أقول صعبة. لماذا صعبة؟ لأنها على أرضنا وبين جمهورنا. المدافع رقم 3، ولا مجال للحديث إلا عن الفوز، لا مجال للحديث إلا عن الإنجاز، لا مجال للحديث إلا عن التأهل. أجواء كبيرة وكبيرة وكبيرة، والأردن يعيش حالة وطنية كبيرة جدا. عامر شفيع اليوم أيضا في أقل من حصة تدريبية، في الحصة التدريبية يتعب عامر شفيع، يبذل مجهود، ولكن في مباراة اليوم أعتقد لا مجال. المتقدم حتى الآن على منتخب سنغافورة بهدف دون مقابل، بإصابة دون مقابل، بلدعة أحمد هايل، بهدف أحمد هايل، بهدف منتخب النشامة. طبعا الكل شريك في هذا الهدف، الجمهور شريك، والحاضر على الشاشة شريك، والمستمع شريك، والرسميين شريك، حتى الوزراء الموجودين في المنصة شركاء في هذا الهدف. الكل شريك في هدف اليوم، والكل عينه على التأهل اليوم، وعينه على هذه المباراة، هذه المباراة الحاسمة، هذه المقابلة المصيرية، هذه المقابلة التاريخية. إذن هي موقعة، هي مقابلة، هي مباراة، هي كل شيء ممكن أن يوصف وممكن أن يلقب في هذه الأمسية. عندما نقول يجب أن يتحقق، الحكي دائما مو مثل الشوف، حكينا والآن نشوف دائما، الآن نشوف هنا على استاد عمان الدولي هذه الموقعة وهذه المقابلة وهذه المباراة. السنغافوري على طول داخل منطقة الجزاء، ولكن مقطوع برأس الأسمر، الغزال الأسمر خليل بني عطية. كان هناك الغزال الأسمر خالد سعد في المنتخب الوطني ونادي الفيصلي، ولكن غزال يسلم غزال، ويظهر غزال من جديد. وكما ذكرنا كل كرة القدم اليوم تكلمت كلمة واحدة فقط وقالت جول للمنتخب الأردني، ولكن نريد أن تتكلم بأكثر. إنجازات على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية والسياسية، وإنجاز يقول للإنجاز. إذا هذه تسير من بعيد، ولكن طبعا بدون أي خوف، بدون أي قلق على الإطلاق، وطمئن الجميع، وطمئن الجميع، لا يخاف أحد ولا تتوتر الأعصاب. فالمباراة لمصلحة منتخبنا الوطني، أؤكد وأؤكد وأؤكد بأن منتخبنا الوطني سيخرج فائزا. إذا إنجازات وأرقام تتحدث، ولغة تتحدث، لغة عربية بلهجة أردنية، بأرقام رياضية، بأهداف نشمية، الكل يتحدث. نتحدث عن 11 نشمي، نتحدث عن 11/11/2011، عن يوم 11/11، عن 11 نشمي، عن شهر 11، عن عام 2011، عن 11، تجاوز النقطة 11 حتى الآن في هذه المباراة. اليوم لمصلحة المنتخب السنغافوري، بالمناسبة كل التحية والتقدير لهذا المنتخب، منتخب فاقد كل شيء من ناحية النقاط أو من ناحية التأهل أو المنافسة، ولكن يؤدي. هذه كرة القدم، هذه الروح الرياضية العالية. إذا هدف دون مقابل حتى الآن في الشوط الأول في هذه المباراة، والشوط الثاني والدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني تمر، يعني أن هناك 44 دقيقة بين منتخبنا الوطني، منتخب النشامة، والتأهل إن شاء الله. هذا شادي أبو هشاش، وشاهدنا التعثر، وشاهدنا ربما شد نعم بسيط حدث لشادي أبو هشاش في منطقة الكتف، أو ملأ في منطقة الكتف. إن شاء الله أن يواصل شادي المباراة مع بقية زملائه. هذا أبو هشاش طبعا في لقطات ماضية، وهذا باسم فتحي أيضا، وهذا عامر ذيب، نشاهد نجوم المنتخب الوطني، منتخب النشامة، وهذا هو قائد منتخب النشامة، وهذا أيضا مدرب المنتخب السنغافوري لاكس، وكذلك أيضا هذا لاعب المنتخب السنغافوري المهاجم رقم 10 شاهين حميد، وكذلك هذا المدافع مدخب المنتخب السنغافوري شي جيلاي، وهذه هي الجماهير الأردنية الحاضرة. دقائق كفيلة بالإنجاز، بتتويج الإنجاز بالإنجاز، الإنجاز بالغلة التهديدية.
الهدفية والإنجاز بالغلة النقطية والإنجاز بالتأهل إن شاء الله للدور القادم الحاسم من تصفية القارة الآسيوية، القارة الأكبر في العالم، القارة التي تمتلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية والأردن وقطر وعمان. هذا هو أيضا ألكسندر درس لاعب المنتخب السنغافوري والذي ربما يختلف نعم بشكله عن بقية اللاعبين بشكل كامل. هدف ينهي المهمة مبكرا، هدف ينهي المهمة مبكرا، هدف ربما لا نتحدث عن تعادل بعد ذلك في الدقائق المتبقية، نقول هدف لأنه الهدف حتى الآن يعني بأن المنتخب السنغافوري إذا سجل هدف هناك هدف هناك تعادل. الهدف يأتي بلحظة، يأتي بغفلة، يأتي بخطأ، يأتي بأي بشكل طرق. وهذا العلم الأردني المطبوع على قلوبنا قبل جباهنا وقبل وجوهنا، نعم هدف يكفي، هدف يكفي، ولكن هدف يكفي، ولكن لا ندري ماذا تخبئ الدقائق القادمة. غير متشائم بالتأكيد، متفائل ومتفائل جدا، ولكن درهم وقاية خير من خسارة علاج كما نقول دائما. هذا شادي بعد العودة من الإصابة، إصابة ماضية ومضت. وجول جول 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 جول. أول الغيث قطرتين وآخره ينهمر والمدرجات تلتهب والمدرجات تلتهب والكل يصدق ويغني ويقول مرحى مرحى لمنتخب النشامى. والأكثر قادم والمزيد قادم والأهداف قادمة والتسجيل قادم والفرص قائمة والفرصة قائمة والكل ينتظر والقادم أفضل. وهناك ثالث ربما، لا أقول ربما، يعني ربما أجزم بأن هناك ثالث، أجزم بأن هناك هدف ثالث في هذه المباراة. المباراة ما زالت قائمة في شوطها الثاني والتأهل حاضر، الإنجاز حاضر، الإنجاز حاضر والتأهل حاضر والاحتفالية حاضرة. يعني حتى الحكم اليوم لم يبذل الجهد الكبير في هذه المباراة لأن ذلك غير ممكن، قلب النتيجة غير ممكن، من الصعب من الصعب من الصعب جدا أن تقلب النتيجة لمصلحة المنتخب السنغافوري. حتى لو جاء مارادونا ربما وبليلي يلعبان مع المنتخب السنغافوري في هذه اللحظات لن يتمكن المنتخب السنغافوري من معادلة النتيجة أو الفوز على منتخبنا في هذه المباراة وفي هذه الموقعة. منتخبنا يلعب بطريقة الاستحواذ الكامل بطريقة هادئة جدا، يمتص حماس اللاعب المقابل والفريق المقابل، حتى امتص الجماهير الأردنية وحيد الجماهير عن مجريات هذه المباراة. في هذه اللحظات والمنتخب السنغافوري يعني ودع البطولة منذ الجولة الماضية بشكل رسمي ورسمي جدا. إذا 33 دقيقة حتى الآن على انطلاقة المباراة، الشوط الثاني من المباراة، الوقت المتبقي 13 أو 12 دقيقة فقط، 12 دقيقة بيننا وبين التأهل الرسمي. لاعب المنتخب السنغافوري المتأخر أمام منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل أو بلا شيء مقابل هدفين حتى هذه اللحظة. 34-35 دقيقة على انطلاقة المباراة، نقول هناك 10 دقائق فقط، 10 دقائق فقط في العاصمة الأردنية عمان وفي جميع طبعا محافظات المملكة، لأن الأردن ليس عمان فأنا عمان القلعة وصحراء البتراء، أنا البقعة، أنا الوحدات، أنا البقعة، أنا الرمثة، أنا أربد، أنا جرش، أنا عجلون، أنا الزرقة، وأنا معان والكرك والشوبك والطفيلة وكل محافظات المملكة، وأنا البلقة. أنا بالإمكان أن يكون ثالثا ولكن بهدفين برضو يعني رقم جيد جدا بهدفين دون مقابل. أعتقد بأنها لم تكن ركنية، المباراة لم تكن ركنية، ولكن كما نتابع مشاهدين الكرام نحن وإياكم الدقائق المتبقية من هذه المباراة فقط أصبحت عبارة عن سياحة، والسياحة تلتقي مع السياحة إن شاء الله اليوم في اختيار البحر الميت في الساعة 9:07 بتوقيت عمان كأحد عجائب الدنيا السبع بإذن الله تعالى. وكذلك لا ننسى أن نقدم التحية لإذاعة هوا عمان التي تقوم بنقل هذه المباراة على الهواء مباشرة عن طريق التلفزيون الأردني من البحر الميت، وإذاعة هوا عمان كما عودتها دائما أن تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون الأردني. ويتبقى فقط دقيقتان 135 ثانية الوقت المتبقي رسميا،
بالتمام. 130 ثاني الوقت المتبقي رسميا عن نهاية المباراة، ما عدا الوقت الذي سيحتسب بدل ضائع عن هذه الموقعة، ربما يكون دقيقة دقيقتين ثلاث أربعة خمس دقائق ما في مشكلة. والكرة أردنية والدقائق أردنية والجمهور أردني والملعب أردني والأهداف أردنية والهمة عالية. إذن بهدفين دون مقابل حتى الآن نتفوق، بهدفين دون مقابل حتى الآن نفوز، بهدفين دون مقابل حتى الآن نتأهل، بهدفين دون مقابل نحتفل في هذه المباراة، المباراة الهامة، المباراة الاحتفالية، المباراة التي كانت نعم مصيرية، المباراة السهلة، المباراة الصعبة، مباراة النشامة. نحن قادمون للدور الحاسم ونحن في الدور الحاسم ونحن الرقم الأصعب في القارة الآسيوية، وقادمون يا برازيل، قادمون يا بلاد الأسطورة بيلي، قادمون يا بلاد القهوة، قادمون قادمون. سنكون في الدور الحاسم، ونقول قبل الدور الحاسم إن شاء الله سنكون في البرازيل، سنكون في البرازيل إن شاء الله في منتصف العام بعد القادم بعد أن تنتهي التصفيات الآسيوية. قادمون في الدور الحاسم، وقادمون يا برازيل، قادمون برازيلو.